مهما صوت الوجع يقوى بيبقى صوت الأمل. بصيرنا استقبل بهالفقرة دكتور بيتر نون، اختصاصي أورام دم عند الأطفال، الممثل الصديق وسام صباغ. أهلا وسهلا فيكم. لقائنا اليوم هو حول، عم بيدور حول اليوم العالمي لسرطان الأطفال، سرطان الدم تحديدا دكتور بيتر، سرطان الأطفال. شفنا بهالمقطع غنية، يا ريت كان عنا الوقت نسمعها كلها. بحب كيف بتوصل هالمساجات بالأغنية بالموسيقى، وقد مهمة الموسيقى لهالأطفال. مهمة الموسيقى، هيدا خليني أقرب من المرضى كتير. الفن اللي فيي قربني، مش الناس بس شايفتني حكيم، خاصة مرضاي، يعني في قربة أنا وياهم، في سلام. للأسف هون بدي أذكر عمر يلي شفناه بأول مشهد، اللي هو كان بطل الفيديو كليب، خسرناه من كم يوم، وخسرنا مبارح يوسف. هلأ أمه كانت عم تحكيني، عم تقول لي بس بحب اسمع صوتك، يعني دقت لي انا وبرا عندكم وتاثرت وبكيت، لانه قالت لي بس اليوم حب اسمع صوتك، ما في شيء يوصف. الله يرحمهم. فمشان هيك انا كثير حابب شو بده يعمل معنا وسام، وتجيب الضحك على الطابق، لانه قطعنا مرحله شوي حزينه. فبس بحب دائما انه نحن نفرج الامل والضحك دائما. بقول لك 80% من الاولاد بيصحوا، بس واحد منخسره بيكسر لنا قلبنا طبعاً، وبيكسر لنا المود، فبده يرجع وسام يجيب لنا. طبعا نرجع نتامل انه باقي الاولاد يصحوا. بدي اقول انه نحن اللي عم نحكي فيه هو اكتيفيتيز عم بتصير بهالاسبوع وبلشتوا فيها دكتور نون، ومثل ما قلت لاهميه هالموضوع لهالاطفال يلي ما حدا بيعرف قد ايه بيعانوا. شو اللي حمسك وسام انك يعني تفوت بهالنهار يلي هو من اصعب انواع الامراض اللي بيقطعوا على الاطفال، وانت عندك اولاد الله يخلي لك اياهم، شو اللي بخليك او بحركك انك تجي وتقعد حد هالولاد؟ لا، اللي بحركنا انه يعني اطهر كائنات بهالكون هن الاطفال، اللي هن عندهم كل هالبراءه، فانك تكوني حدهم من خلال الضحك اللي هو نحن نكون عم نعمل لافتر يوغا، ونحن بنعرف انه الضحك قد ايه كان يقولوا بيطول العمر، هو فعليا بيطول العمر، ونحن بس تعودنا انه ما نضحك. الولد بيضحك باليوم 400 مره من قلبه من دون سبب، نحن بس نكبر بطل نضحك. فوجودنا لحتى هيك نشارك نحن وياهم هالضحك، والدكتور بيعرف قديش التجاوب على العلاج بيقوى بس يكون في نفسية حلوة، ويكون في ضحك فرح، ويكون في فرح، في علاج بالضحك بالعالم يعني. صحيح، موجود في علاج. ما هيك دكتور نون، يعني في غرف بيحطوا فيها أكيد الناس اللي بيتوجعوا كتير وبيحضرون أفلام كوميدي، ودي بيتأثر ودي بتعلى المناعة. عم نتحمس على كتير قصص مثل لافتر يوغا ومثل ميوزيك ثيرابي، يعني نحن عم نشدد، صرنا على اكوتيه، مش ما بحب يروح على هذا الطب البديل، انا ضده طبعا أكيد. مش هيدا رح بس لانه الناس دائما بتروح على الطب البديل وما بعرف، هذول نحن الاطباء مش كثير بنحبه، بس الضحك والميوزك قد ايه بتعطي فرح، قد ايه بتعطي امل، قد ايه بتعطي وقت يكون الولد مرتاح هو واهله بيتجاوبوا عم ياخذوا العلاج. اكيد، لانه لاحظت كثير، مع انه يمكن منه علمي كثير اللي عم اقوله، بس انه الملاحظات على مر السنين الاولاد واهلهم، حتى لو الحاله صعبه بكون قايل لهم انه هي من الحالات الصعبه، بس اللي بيتقبلها بتقطع بالسلاسه اكثر. اللي بيكون ايام حالات نحن بنقول لهم هينه، بس بكون الاهل والولد عاملين بلوك، عن جد كل مشاكل الدنيا بتوقع بهالحاله. فهون يمكن خبرنا شوي وسام اكثر عن هاليوغا، وانت يعني قد ايه يعني من اي متى صرت هيك؟ انا لي كذا شهر عم بشتغل على الموضوع، عملت كذا كورس وصار معي سيرتيفيكيت. اللافتر يوغا هي كونسبت كتير هيك فريد من نوعه، عبارة عن تمارين ضحك وبريثينج اللي هو التنفس. نعم. وعطول الجسم ليأخذ الفوائد والهرمونات السعادة اللي بيفرزها، هو لازم يكون إنسان عم يضحك لأكثر من 10 دقائق، ربع ساعة ضحك متواصل. 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 بيتخللوا التنفس. فنحن بحياتنا ما بنضحك ابدا ربع ساعه، نحن خلال النهار بيمرق ثواني ومش ضحك من قلبنا. صح. فلناخذ هول الفوائد بدنا نكون عم نضحك هالدقائق اللي هن 10 ل 15،
ومن بعد ما نضحكهم هي لازم يصير way of life، يصير اسلوب حياة، انه نحن حتى نبلش الضحكة كتمرين، بس هي بترجع بتتحول لضحك حقيقي. فهي بيقولوا لها fake it until you make it، يعني صح. بلش فيه عادية بس بعدين بتتحول لضحكة حقيقية، وخاصة لما يكون في جروب لأن منعدي بعض. ايه بيقولوا كممثل يعني كمان أنت هون عم تلعب على الشغلتين. صحيح. على شو رح تضحكهم مثلا؟ يعني انت الممثل وسام هون عم يلعب دوره بتمارين تيصيروا يضحكوا هالقد بطريقة تمارين. نعطي تمرين بنشرح عنه ومنبلش مضحك. حلو. هي لا العلاقة لا بالكوميدي ولا بالنكات ولا بأي شيء، هي العلاقة بأن عم نتواصل مع بعض بتمارين معينة بنضحك، وبنص التمرين ببلش كله حقيقة. بدي أسألك لأنه تنحضر، هو كل ولد بتحطه لحاله ولا لا؟ لا ابدا، لازم جروب، لازم كثير مهم يكون عم بتفاعل عم بشوف بعض، بيعدوا بعض، واحد يضحك على ضحكه الثاني. اعمار مختلفه، اي عمر معين، صغير كبير، يمكن الصغار رح يضحكوا من قلبهم اكثر، لان نرجع بنقول انه الكبير ببلش يفتش على سبب للضحكه، انا ليه بدي اضحك، بسموها انه بده unconditional love. نحن لازم نضحك من دون سبب. صح. ما في يكون في سبب لأضحك، أنا لازم أضحك لأن هذا شيء من جسمي، من تركيبي، كأنه عندي حاجة وأنا عم بكبتها، مثل واحد عنده حاجة للبكي بيكبته. صح. للنوم، للأكل. صح. حلو. حتى الابتسامة على فكرة، الابتسامة بيقلك ابتسمي بتعطي أوردر لدماغ شيء تاني. أكيد. أنا وقت حكينا بعد رأس السنة قال لي عم بعمل هالشيء، قلت له حلو كتير نعمله بيوم العالم للسرطان الأطفال. أي متى رح يصير هال لوكينز؟ ب15 خميس الجاي الساعة 12:30 إذا الله راد بمستشفى روم قسم سرطان الأطفال. نعم. الأولاد ناطرينه وكلنا ناطرينه، بس بدي أحكينا شوي. إذا أحب الأهل أنا الأهل بيقدروا يشاركوا كمان كبار. أكيد طبعا طبعا. كل إنسان يعني هي نفس التمارين بتكون هي ذاتها لكل الفئة العمرية. شو حلو هالشيء، انا كمان رايحه بالمستشفى ناطرينهم، يعني اكيب الميديا عنا بالمستشفى ياخذوا صور ونحطها بالارشيف عنا، لانه شيء جديد، شيء هيك بتعرفي مثل ما قلنا عم نمرق بمطبات ايام وبطلعات وبنازلات، بفرح ولاد خلصوا علاجاتهم، بنفرح بحزن مثل عمر ويوسف. اذا خسرنا حدا مثل عمر ويوسف وجوناثان مؤخرا، قد ايه بيأثر على الطابق كله دكتور؟ كله. وبتعرفي يعني عمر موجود كان اليوم، بكره بطل موجود. عمر كان شو بيصير مع الاولاد؟ بطل فيديو كليب، بطل فيديو كليب، منه مهضوم، اسم الله عليه عيون الزرق، شكله كثير حلو وهو كثير مهضوم، والمخرج كان عم يعمل فيديو كليب قد ايه كان متأثر فيه، انه مطاوع يعني بعد جمعتين فقدناه، كانت صدمة. كنتوا متوقعين؟ هو عنده نوع سرطان قاسي قاسي، يعني اكيد نحن بنكون عارفين انه ممكن ما نوصل للنجاح معه، بس قد ما كان بنضلنا نقول للاخر بنجرب، راح الزرع راح ما خلينا شيء ما نعمل له، بس لا لا الله. بس خليني احكي بالناحيه الثانيه، 90% من امراض الاطفال بيصحوا. سرطان الدم اكثر من 90%، 93% بيصحوا، سرطان الليمفاوي اللي هو ثيرد كانسر فوق 90%، سرطان الراس وسرطانات ثانيه ايام قاسيه شوي ممكن تنزل هالنسبه، منشان هيك جروسو مودو من كلهم مجموعين على بعضهم على 80%، يعني رقم كثير كبير. كثير كبير وحلو. وطلعت انا وياكي من فتره وحكينا انه ان شاء الله يخلونا هيك، لانه مع انقاع الدواء ومع الازمه اللي كنا عم نعيش فيها تحسنت شوي الاوضاع، تحسنت شوي، تحسنت وجود الدواء، بس الكلفه غليت. أوكي. لانه الدعم خف عن عدد من الادويه، والاستشفاء صار غالي، يعني صار في وجود للدواء اكثر من السنه الماضيه، بس الكلفه كلفته عاليه. وقد ايه يعني كجمعيه نحن كيتس فيرست كثير عم نتعذب تنقدر نجيب مساعدات، قبل كانت اهين، كنا ندفع فرق الضمان او فرق الوزاره. نعم. هلا الضمان يعني ما عنده شيء، بدك تدفع الفاتوره كلها، وما بقى عم بيكون قد ما كل العالم صارت بحاجه للان جي اوز، قد ايه بدها العالم اللي عم بتساعد، تقدر تساعد 100 مؤسسه. نعم. سو اكيد المساعدات اقل. بحاجه للمساعده، ضروري نقول هيدا الشيء، لانه كثير صعب يعني وسام تسمع انه في عنده امل بالعلاج بس مش قادرين يدفعوا حقه، يعني المصاري وقت اللي بتصير عائق قدام الحياه، شو هالشيء السخيف؟ يعني عن جد يعني واحد بيصير يفوت بعمق الامور، قد ايه مهم كمؤسسه تندعموا تقدروا تدعموا هالاطفال. وانا كثير بحب يعني وسام صديق الجمعيه وصديقنا من اكثر من 15 سنه، يعني بحب هالوجوه، يعني هو اول شغله فكر فيها قال لي انا عم بعمل هالشيء حابب اجي لعندكم، يعني هيدي كمان دعم
انه نضوي على هالولاد، نضوي على قصتهم. ومثل ما قلنا لانه النهايه فرحه باكثر من 80 90%، يعني انه خليها تقطع بسلاسه اكثر. فاكيد اللي قادر يدعم ما يقصر، لانه هالولاد بحاجه للدعم. ادويه كثير عم تطلع جديده، بزعل هلا كنت بمؤتمر بتسمعي انه وين عم نصير نحن. للاسف شركات كبيره تركت البلد، بس مثل ما قلت ما بدي احكي نيجاتيف، احسن نحن شوي من السنه الماضيه، بس الكلفه عم بتصير. صحيح. بس يعني نحن بهالمناسبه لازم ندعي كل الناس المقتدرين، نعم، مسؤوليننا الكبار اللي الحمد لله كمان مقتدرين، انه يلعبوا دور بهذا المطرح. وبيقدروا يلعبوا ويساهم يعني دور فردي، ما بقى يقولوا لنا دولة ما هو هيك. يعني في جمعية مثل كيدز فيرست دكتور بيتر قادرين يقدموا كل حياتهم لهالطفل، نعم، ويساعدوه، بدهم الإمكانات المادية اللي هي موجودة فيبادروا. فعلا إن شاء الله يكون في حدا عم يسمع. ويسام عندي سؤال، لشو بدك تستعمل هالتقنية اللي أنت تمرنت عليها؟ يعني بشو حتفيدك أكيد بحياتك كتير، بس هل ممكن تستعملها بتمارين مسرحية بما بعرف؟ لا لا، هي سيشنز تنعمل صفوف للشعب اللبناني هالقد. جمع ناس جروبات وتفرحيهم، لأن احنا مكسور علينا. نحن فعلا ما عم نضحك، نحن نفسيتنا ما منيحة، وبتعرف النفسية يعني بتضرب حياة الإنسان. فضروري نرجع نتعلم نضحك لفترات. هون بدي أخذ محلك وبدي أسأله، يعني حيكون عندك أتوليه أو محل أنه تعمل كورسز للناس؟ يس، جروبات. أنا بقترح برنامج 10 دقايق، بما أنه قال 10 دقايق ربع ساعة، هيك كل الشعب اللبناني بيستفيد. عن جد نتمرن معك كل يوم، فعلا كتير مهم. صدقيني من بعد الصف بيطلع الإنسان بمود بالسما. كتير حلو. قدي لازم يكون حجم المجموعة أو ما بيأثر؟ قد المساحة، فيك 100 200، في مسرح يكون فيه طبعا هالقد. كل ما يكون في مساحة كبيرة وجروب أكبر كل ما أحلى، كل ما أحلى بتكون، لأنه بتعدي مثل ما قلت. وقدي بيضل الشخص ليفوت بالمود؟ يعني أبدا، دغري يعني دقايق قليلة بس، المهم يكون هو ناوي خلص. ايه؟ يترك حاله. جاي بده، احنا بنقول لهم كونوا ارجعوا اولاد، لان الولد عن جد بيضحك من قلبه. انسى انت مين، شو بتعمل، شو البوست تبعك بالحياه. تضحك. ابدا بتستحي تضحك عن جد. عايزين جلسات متعدده ولا بتعتبر؟ اكيد لازم، مش مره واحده. ما هو لهول ينفرزوا جسمك كل يوم. ايه سبور طبعا، هيدا سبور لنفسيتنا. يلا تعال معنا الخميس. انا جايه خميس معكم. يلا ناطرين. الساعه 12 ونص رح بتكونوا، كثير حلو عن جد. دكتور سرطان الاطفال، قسم سرطان الاطفال بمستشفى الروم قديس جورجيوس. عم نشوف كمان هالفلاير، انتم عاملين برانش كمان الجمعه الجاي. عندنا كذا اكتيفيتي في بالكانال بجبال، 14 15 16 17، برانش. كل اللي بيروح على هالبرانش عم بيشارك لدعم المادي لهالاطفال. يعني هون عم نعمل، وسام عم يعطينا الدعم الصحي المعنوي الفرح والنفسي بالطابق، لان كلنا الي قبل اولادي يمكن حتى. فهون وبكنال عم نعمل دعم مادي بهالايام، لانه مثل ما قلنا لازم نجمع الاثنين طبعا 100%. قديه مهم هالسيشن كمان، كل الطاقم الطبي يكون قديه بتتعبوا كممرضين ممرضات. دكتور نون يعني انت بشوفك اوقات بالغرف عم بتغني انت وعم تفحصهم، لانه هيدا الولد بيكون خايف مش عارف من شو، يعني مش عارف شو ناطره. قديه مهم كمان الحكيم بيآمن بانه الضحك والسلام والموسيقى والفن. فعلا دكتور بدك تساعدني بالمستشفيات للطواقم الطبيه النيرسات ولا يعني انا جاهز. هيدا عم بقوله يمكن بكره، لانه بهمني اول جلسه يكونوا الاولاد هن الاساس واهلهم. بس مثل ما انت طرحت فكره وهلا وسام، انه نحن كطاقم طبي خاصه قطعنا بمرحله كثير صعبه، لعنا ادويه عم نشوف ايام المريض قدامنا بتطلع. طيب انه انا من سنه كان في حكمه هلا عم بتفرج عليه، صح. هذا اثر كثير على نفسيتنا، نحن بحاجه بعد اكثر. نعم. يمكن لازم نعمل جلسات تقدروا تعطوا 100%. نحن اول الناس معك يسام، اللقاء رح بيكون لكينا ب 15 شهر بمستشفى القديس جورجيوس الساعه 12 ونص مع جلسه ضحك من القلب. وهي عن جد هي علاج وطريق للشفاء من كل مشاكلنا النفسيه اللي نحن بحاجه لها. واللي بيقدر يشارك على 4 ايام بالبرانش كمان ندعيكم ما تتاخروا، كمان هيك بيكون عم بيساعدنا تقدر نجيب لهم ادويه للاطفال 100%. اهلا وسهلا دكتور بيتر نون، صديقنا الدايم. اهلا وسهلا فيك. من كل بلش معك بتشوف
معك اكيد اذا ضحكت على انا بعدي انا كثير بضحك. وسام صباغ شكرا لهالضحكه الحلوه حبيبي. وشكرا لكل هالشيء هالدعم اللي عم تعمله. ونحن بنعرف قديش انت جهودك الانسانيه كبيره، فكمان تحيه لك. تسلم وسام، اهلا وسهلا فيكم.